عند الشيف عبد الله ورشة ملح. وصلنا لختام علمنا الصباحي، لكن المربى الرمان اللي بقلبه من عصير الحامض من السكر من شوية المي أكيد من الرمان الحب وبرش الليمون صارت جاهزة. أنا حطفي تحتها حنسكبها دغري. أكيد الوصفات حيبرموا قدامكم على الشاشة خلال الحلقة، واللي ما بيقدر ما عم يحضرنا وبده يرجع يشوف ريسيبي في يرجع يشوفها على الفيسبوك بيج او على اليوتيوب. بنفس الوقت عندي هون عودين القرفة مع السكر مع التلوين اللي حطيناه والجلوكوز صاروا بهالطريقة مثل الكراميل، واكيد بدنا ننتبه ما نحرق ايدينا. شو بدي اجي اعمل انا؟ بدي اعمل عجينة الطرد. انا عامل عجينة قبل وخابز وحدة، بس انا حابب اورجيكم العجينة كيف تنعمل. طالما العجينة أنا فيني أعملها وفرزها وأرجع أستعملها الأسبوع اللي بعده. عندي 400 جرام من الزبدة، زبدة طرية تكون. هأجي أضيف فوقها 200 جرام من السكر، لكن المعادلة ولا أهين. 400 ب 200 ب 600 طحين. هأرجع أعدلكم إياها. 400 200 400 زبدة 200 سكر و600 طحين. شو بيحتاجوا؟ بيحتاجوا برشة حامض، بيضة، وملعقة فانيلا. خلينا نجيب مريز. أكيد بدنا نجرب قد ما فينا نشيل السكر عن الجوانب. شو حاجي اعمل عند هالمرحلة؟ حضف لهم البيضة. لكن حطينا السكر، حطينا الزبدة، وهلا عم نضيف البيضة. كمان مع انه الوصفة اللي عنا سريعة، بدنا قد ما فينا نحرك السكر حتى ما يكبتل معنا بالعجين، وهيك ما منعود وقت الخبز نحصل على عجينة منيحة. شو حاجي اضيف لهم دغري؟ حضيف لهم ملعقة الفانيلا وبرش الحامض، وضيف على مرحلتين الطحين اللي عندي. يعني إذا أنا عندي 600 هحط 300 وأرجع أحط 300 التانيين. أنا أصلاً بلشت بهيدي الريسيبي العجينة لأنه بس استعمل العجينة التانية اللي بدنا نعملها الريد فيلفت كوكيز حيتلون الجرن اللي عندي ويبطل فيني استعمله. منشوف انه العجينة بلشت تتكون عنا، منحط باقي كمية الطحين. خلي هذا الصحن نحط بقلبه هلأ العجينة. نتأكد انه المواد كلها جمعت مع بعضها. طبيعة الحال بدها رياح العجينة، بفضل انها ترتاح بالبراد نرجع نستعملها. مشان هيك انا كنت عامل عجينة قبل بوقت. حتى فينا ندعكها بالايد. صار عنا اول ريسيبي. تاني ريسيبي رح نجي نعمل. خلينا نغسل ايدينا على السريع. كذلك الامر نفس المبدأ، العجين زبده
وطحينة وسكر، بس الفرق انه هون حنزيد لهم الشوكولا بقلبهم، حنزيد لهم الكاكاو بقلبهم. يعني عندي الزبدة، حط معها السكر واضربهم، وبرجع هلا بنشوف كيف بدنا نزيد باقي خطوات. هول العجينتين بيتفرزوا، هول العجينتين فينا نريحهم وفينا نشتغل فيهم دغري اذا مضطرين، ما في مشكلة. عال اذا بنشوف من جوا السكر صار مجمع فبدنا نحركه، سمعين الصوت كيف بعد ما اخذ مع الزبدة بهالطريقة. نرجع نضرب ضربة على السريع، شو حنجي نزيد؟ حنجي نزيد ملعقة بيكربونات أو ملعقة إذا بدكم بيكنج باودر، كل المواد الناشفة، وحنزيد كوب الطحين، رشة صغيرة من الملح، وعندي 100 جرام من السكر الأسمر. أنا حطيت هونيك 100 جرام من السكر الأبيض، هلا 100 جرام من السكر الأسمر و40 جرام تقريبا من الشوكولا. هاجي أضيف فوقهم البيضة اللي عندي ونضرب المزيج. شو حاجي اضيف للمزيج؟ حضيف من الشوكولا الحب تقريبا شي 100 جرام، واكيد عندي التلويني الحمراء مقدار شي ملعقة، واذا عندكم البودر بتذوبوها بشوية مي مقدار شي ملعقتين. نحرك هذا المزيج كله مع بعضه، بهالطريقة أكيد هلا حنرجع نضربهم على المكنة حنشيل هيدول ما بقى بدنا اياهم. صار عنا عجينة متماسكة. بهالوقت شو حاجي اعمل؟ هيدي العجينة اللي عندي ححط لها من ورقة الخشخاش، وحتروح معي على الفريزر الجمعة الجاي ان شاء الله بنرجع نستعملها او اللي بعدها. بهالوقت عندي انا عجينة كنت عاملها قبل بوقت، عجينة السابلي أو عجينة التارت إذا بدكم. حنجيب من الشوبك، حجيب قالب التارت، فيكم تستعملوا قالب مدور، فيكم تستعملوا قالب مستطيل. حرش عليه شوي من الزبدة، أكيد حنجيب ورقة خشخاش تاني مدة بهالطريقة. الزبدة اللي بقلبها بتخليها تمد معنا أكتر. شو بدنا نعمل نحنا؟ حنمدها بقلب القالب، وبدها خبز فترة 16 دقيقة بفدرجة حرارة 160. لكن 16 دقيقة لتارت العجينة تكون نص خبزة، لأنه أنا اليوم الحشوة ما ححطها بقلبها هي ومش مخبوزة. قد ما فينا
فينا نرقق العجين. نجي للقالب اللي عنا، منشيل أول ورقة خشخاش، ومنقلب العجينة بقلبه بهالطريقة. أكيد إذا عنا أطراف ما تسكرت ما في مشكلة. هلأ منورجيكم كيف النتيجة بتصير. هيدي العجينة حزيدها أنا فوق الباقيين، العجينة اللي عملتها كبس الزوايا. بس أول شي خلينا ناكل بالسكين تارت بهالطريقة. حتى ما ينفخ معنا التارت أو حتى ما يطلع بقلبه هواء، فينا نمرق شوكة بقلبه، وفينا نكتفي نكبس الزوايا يزبطوا معنا، فينا نكتفي انه نحط بقلبه حمص. هو الحمص انا استعملته هديك المرة واستعملته امبارح، ما بيأثروا على النكهة ما بيأثروا على الطعم ابدا. لكن هيدي التارت عنا صار جاهز، بده يفوت على الفرن. هنتركه على جنب لانه بطبيعة الحال عاملين تارت نحن قبل بوقت. حبيت استعمل صينية رفيعة اذا بدكن، واذا بدكن التارت الريكتانجلر كمان عنا موجود. اللي حيصير هلا ناخد الجوز لنعمل حشوة التارت، ناخد شوي من القطر والسكر، واكيد عندي المزاهر والموارد. الشوبك ما بقى بدنا اياه، خلينا نرده محله. بهالطريقة شو حنيجي نعمل؟ ححط 500 جرام من الجوز، ححط فوقهم مزهر وموارد. حنوقف هون، نروح بريك برجع بشوفكم لنطبق الحشوة تاعت التارت. كافيين معكم ورشة ملح. أنا ما بدي كفي، أنا ما بسمعه ما بكفي، وأنا ما بدي كفي. أوكي باي. أوكي طيب، مازال راحت، خليني كفي. شد فيه شوي، شو رجعتي؟ طيب شد فيه يا زلمة. طيب بس لنقدر نخطب قدام المشاهدين. تفضل اخطب. طيب لكن 500 جرام من الجوز حطينا له 250 جرام من السكر، تقريبا شي 20 ملي من مزهر و20 ملي من الموارد. حارجع اجي دفلون من القطر، واكيد السكر اللي ما حطيناه. هيدي الحشوه مثل حشوه المعمول، حنعملها بطريقه للتارت. اكيد التارت عنا مخبوز، فما بدنا الا الفرن يكون حامي فتره. نحطه دقيقتين للتارت. قد ايه بياخذ وقت التارت بالخبز؟ دقيقتين. برافو. مستعجله؟ ابدا. طيب عجينه الريد فيلفت كوكيز صارت جاهزه قدامكم، هلا حنبلش فيها. يلا بس لنحشي التارت ونحطه بالفرن. صح. عاد حشوة عنا صارت جاهزة، حنجي نخدها. بدك تبلشي بالجلاية بكون أنا خلصت. أكتر شوي. إذا بدك أنا كفي عنك وأنت بلش. إيه هلا هيني صارت الخبرية. أوكي يلا. هاي الحشوة اللي عنا، ريحة المزهر والموارد رائعة. شو حأجي أعمل؟ حأجي احشي التارت اللي عندي بهالطريقة. اكيد الحشوة كمان تتفرز
ما في مشكلة. ما نبخل على التارت اللي عنا. هنجيب الصينية الثانية اللي أرفع كانت. رولا حتحط هيدي بالفرن. حتحط هيدي رولا بالفرن. اوكي. رولا عم بتحط هيدي بالفرن. رولا حطت هيدي بالفرن. وتاني طبقة كمان أو تاني تارت صارت عنا جاهزة. تمام. حتروح كمان على الفرن. كمان رولا بتحطها بالفرن؟ إيه إذا بدك. رولا حطيتها بالفرن. خلينا نعير لها فترة 3 دقايق. أنا بحطها بالفرن مش الحال. كلنا بنحطها بالفرن. نجي لعجينة الريد فيلفيت كوكيز اللي حنعمله. يا لطيف. هون هون هون. ولا أسهل من هيك. هون القوة. بس نحن ما حنلحق نخبزها اليوم. بركي بيخبزهم الشفشادي بكرة ويترك لك حبة. طيب. شو بده؟ صار معها بالسكتة. بدنا ناكل اليوم. ريد فيلفيت اليوم يعني اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نقصه كمان. يا. برافو. ماشي. شو حنيجي نعمل؟ حنيجي ناخد تقريبا 30 جرام من الدوائر. ليكو هيدي الدايرة حأكبسها بهيدا المقطع. بس تنخبز بدها على درجة حرارة 140. بركي مش فيك تدوقيها. فيك تدوقيها. وبنشيل منها المقطع. بدها خبز 12 دقيقة. بس تنخبز 12 دقيقة حتفلش وتصير مثل هدول الكوكيز. نو واي. مش لا 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 شو؟ لا مش مقبولة. واو. اوكي. مشان هيك نجرب نخلي مجال بيناتهم لانه بدهم يفلشوا معنا. الاسرع طريقة انه نعمل الكريات ونرجع نصبهم. واكيد شفتوا كيف انه حطينا كاكاو بس الفود كولورون اللي حطيناه كمان بس ينخبز بيعطي هيدا اللون. هون انا حاطط بقلب الشوكولا كمان الشوكولا حيساعد لتطلع اطيب واطيب. لكن عرفنا المبدا كيف. هلا انا بكمل هيدول. اللي بده يصير معك هلا بدك تاخذي هيدول بعد امرك وتصفيهم بهذا. اوكي. بس عددهم انا يعني ايه؟ ماشي. خليك عددهم. لكن هيدا الشغل بهالطريقة. فيكم ما تستعملوا المقطع، فيكم بس تكبسوها كمان ما في مشكلة. أكيد مثل ما قلت لكم حطوا مسافة بين الكوكيز. وبطبيعة الحال هي العجينة هلا حترتاح لبكرة. بدك بهيدي وهيدي؟ لا بس بهيدي فوق بعض. عجينة حترتاح لبكرة، فأكيد بكرة الشيف شادي إن شاء الله بيرجع بيخبزها، هيك بتكون النتيجة أحسن وأحسن. هأعمل آخر حبة قدامكم. واو، رائعة. شو حأجي أعمل آخر شيء؟ على فكرة في أخبزها أنا بالبيت يعني. لا ما ضروري، لا ما بدنا نعذبك. خلص بنخلي لك منها هون. هنيجي ناخد من الشوكليت وفيها تكون الشوكليت بيضة، مش مشكلة. حط بهالطريقة على وجهها هيك. لكن 12 دقيقة درجة حرارة 160. نطلع بالتارت اللي عنا. دوينا الفرن من فوق دقيقتين على القد. شو هيجي يصير هلا حتى ما نحرق ايدينا نلبس كفوف. السكر عم يغلي عنا على النار. حطه على نار نايصة كتير. كلنا بنعرف كنا بنتذكر ما بعرف اذا كانت رولا كنت تشوفيهم هدول الشوكولا مش شوكولا التفاح البلعودي اللي عم ينباعوا. ايه وين كنت خلقانه يعني؟ كنت خلقانه. كنا نعمل بالمدرسه كامس وتبيعوا منهم. وتبيع منهم. طيب انت بايد واحده واحد ما بيمشي يشتغل، بده يشتغل بايدتين، ايد عم ياكل وايد عم يشتغل فيها ما بيمشي الحال. عاد نجي للتفاحات اللي عندي، حجيبهم لهيدي الميله. حنجيب الكردون اللي عندنا. شو حنعمل؟ تفاحات مغسلين. حنشك بقلب الكردونه مثل فيلم سنو وايت. هذا تيجي الساحره شو بتعمل بالتفاحه؟ بتحط لها اياه بال معي انت ما معي؟ مين؟ شو بتعمل بسنو وايت؟ شو بتعمل الساحره؟ بلونش نهج بتغطس لها التفاحه. صح. بهذا المحلول اللي عندها السحري بس نحن اليوم منه سحري. بدنا ننتبه ما نحرق ايدينا وبدنا ننطر ليبردوا.
بدهم يبردوا على ورقه الزبده هلا، لانه ما فيهم يبردوا على ايدينا اكيد. ايه اكيد والله يبردوا تحت ناكلهم. عال هاي وحده، كم وحده بدنا نعمل؟ عندك شي طلبيه مصريه شي؟ والكل هون بيستاهلوا. شفعوا لك لانه بدها ترجع تفوتي على المطبخ هيك. ماشي الحال. هاي تاني حبه، نعمل حبه خضرة. الخضرة بتطلع حامضة شوي، اطيب بتطلع مع السكر المغلفة. مش غلط، مش غلط ابدا. طفي الفرن. يلا اخذ لون زيادة ما بيأثر. تعال شو حاجة اعمل؟ عندي شوية سكر ملون. بهالطريقة هيدا. مين بده شنكليش؟ ما عماد عم بيقول حدا بده شنكليش. ما بدهم يعلقوا، ما بدهم يعلقوا، بنحطهم هون، حطهم فيها اضبط شيء. بهالطريقة ناخذ تفاحة. يومي. نعمل بعد وحدة طالما السكرات عنا موجودين. أكيد هذا بده فترة شي ربع ساعة ليبردوا، تقسى السكر اللي عنا الكراميل. ويمكن نحن كمان قسيناهم شوي. لا ما بيأثر. سافا سافا. لحق نعمل بعد حبة صغيرة. هول ما بيتاكلوا هيك لوحده؟ بيتاكلوا، بس شو بصير بسنانك؟ بصير بتركبي وجبة الأحد الجاي، بتيجي مركبة وجبة. مش مشكلة بتنبسطوا. ما بقعد باكل كثير. لا يا عمي لا، هلا بيصير بسده. ليك يا جمعت لك هو. ايه كتر خيرك. ايه برافو، انت منيح لأن معنا. ايه ها. لكن الكراميل عنا صار جاهز. هناخذهم نحطهم بهيدي الميلة. نسيتينا التارت اخذ لون. يلا امرنا لله، شو بدنا نعمل؟ بخبرك شيء؟ ايه. انا ما بحب ابدا يصير قصص انت ما معك خبرها. تفضلي. يلي عم بيصير انه بدهم صحن يتحضر ليفوت لجوا على الكنترول. لا يجوا هن لعنا. طيب اوكي. تعوا انتم. طيب. بعتذر. حتى لو معلش. هاي حطونا بلاك على. لا 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 لا. مرش اخر شيء سكر بودره. يا امي اوكي، حتى لو هيدا اخذ لون زياده ما بيأثر، حنشيله. هلا كله يؤكل؟ كله بيتاكل اكيد، كله بيتاكل. بهالطريقه خدها هيك هيك. أنا بقول لك كيف بدي أخذها. كيف بدي أخذها؟ هيك ولا لا؟ أيوة شيف. إيه أكيد باختصاري. كتر خيرك على الشادي. شيف. عن جد شيف فظيع. طب ما كنت كملت الكوكيز و ليخبزهم شادي بكرة. يا ماشي. هيدا تارت الجوز صار جاهز، فينا نزين اذا بدنا بفراز. واو. كمان ما في مشكلة. اذا بدك تصغر بعض القطع لانه كل بدهم ياكلوا، وهي اتركها. هيدي اتركها ونصغر هدول. ايه هيديك الي. طيب بتعملي لنا مشاكل دائما. صح. هيدي الطارت كمان هي اذا بدك فيك تتركها. لا ما حاتركها. طيب ماشي الحال. لكن عملنا ترويقة الشنكليش، عملنا المربى الرائع، عملنا كل شيء، مربى الرمان. حناخد كمان تطلع كثير قوية بهالطريقة. برافو برافو. عملنا الريد فيلفت كوكيز كانوا طيبين يا ربي. اوكي طارت بنكهة شرقية، طارت الجوز واكيد التفاح العنبر او التفاح لونه احمر. خلينا هيك يعني سلم هالايدين شيف.
والخلطة عن جد ما تعتلهم، إذا بدك فينا نخدها ونخبزها. فرجيك يا هيدي الخلطة. لا أنا بدي كملها هلا وبكرة بنخبزها. نخبزها بكرة. ايه. طيب نخبزها بكرة. فإذا بس هول إنه اسم الله في عندك شي تزينتين بس اسم الله يخز العين. اسم الله على كل حال. ثانك يو لإلك. ثانك يو. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. وبكرة أكيد عالم صباح جديد. أنا ما فيي يكون معكم بكرة، بكون معكم مش بكرة ولا بعده. ركزوا معي، مش الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة، يعني مفروض بين الخميس وبين الجمعة، بس بالمبدأ الخميس والأحد. باي.